السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعي صفحتنا صفحة أسرار التوحد وأسرار الصحة العامة وأسرار الطب الوظيفي، ورحب بكم كما وعدناكم أنه النظرة الشاملة. اليوم الصباح أنا الفيديو تكلمت به، قلنا النظرة الشاملة لهذا الاضطراب ومتابعة جميع الأسباب في آن واحد مهمة جدا للشفاء العاجل. معنا أبو آدم الله يحفظه، وطبعا هذا آدم عمره سنتين. شوف التدخل المبكر جد يكون نافع في النتائج. فأبو آدم يعني شفنا طبعا هم مقدرين في أول شهرين تحسن تقريبا 35%، أنا بتقديري أكثر، هم دائما يصيرون الأهالي شوية بخلاء. فشون هاي فأخوي أبو آدم شون شفت التحسن بابنك؟ دكتور احنا بدنا نشكرك بالبدايه، بارك الله فيك وجودك المبذوله، رحم الله عليك. اليوم قليلين اللي ينشر فيديو واحد للعالم، انت من دول القليلين هنا. الله يحفظك. وين تحسن ابنك؟ طبعا كان عدم انتباه، هسه قمنا نصيح ليجي اخذ هاي الحاجه انطيني اياها. قام مثل كل طفل يلعب ويرقص وتعلم شلون ياكل خلال هذا الشهر، قام ياكل وملابسه قام يلبسين بواحدة، قام يعني يلفظ كلمة ماما وبغابة. إذا بدأت الكلمات وخلال شهر يعني. وإذا أراد مثلاً ما يشيل الكلاس ينطي الوالدتي يقول لها ما ما يعني ما ي... إذا هو تحسن. آدم آدم شو صح عليه؟ أنا بقى انتباه شلون صار يس. آدم بوسة. طيب بوسة. شلون؟ لا هذا يقطع. كان عنده خمول. إيه. يعني كنت اذا صرنا هيك ادم ما يرجع عليه. ايه اذا خلال شهرين اكو بالنسبه لي شوف شيء مو قبل. الحمد لله تحسن جيد، ونعتذر احنا شوي الانترنت ده يقطع وممكن ما اقضي راحتنا، بس اريد نقول انا قلت لهم ان شاء الله يعني اليوم ما طلع لكم في 4-5 هيك يعني فد قامزي. لا اكيد احنا نظام الكيتو اللي قلت لنا تتبعوه، يعني هو مو كيتو، هو تنظيم طعامي بس تنظيم طعامي وتنظيم السكريات بجسمه. اي عاش سيدك. بالاضافه للعلاج. اي النتائج مبهره الحمد لله. الحمد لله شكرا. ومن احسن قولا مما دعا الى الله. ها بعد مني ذكرك علي الله. شوفكم خير.